انا مش راضي على الوضع هذا اللي داخل الاجنبي، ونحن بنكونوا احرار في ارضنا ونعبروا عن شعورنا. مش الدم صار الركبه، لو وصل حتى للصره نحن مش هنتركوا شبر من هذه الاخير. ونحيي الاخ خليفه حفتر، الراجل هذا برضه له تمثال من الذهب. وحد الله بيننا وبين تركي والاجنبي يجينا هنا، هذين حواشينا نضحكوا عليهم بسنوننا. تركي والاجنبي يجينا هن ناكلوه بسنوننا وكيل. ونحن رانا فاقدين ضليانا، اللي ما يبكي مسكت العبره راهو، كل حوش فيه شهيد. نحاربوا في الارهاب وشبابنا راحوا، ويزيد يجينا تركي هنا والله اجنبي هنا عندنا، نردوا اللي داروها اجدادنا الاولين، نذبحوهم بالمغاطي بتاع التناجر والامواس، ان ما لقيناش ذخيره. أعتقد أنها اتفاقية لها تأثيرها السلبي على ليبيا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الأمنية ومن ناحية السيادية الليبية، أن اتفاقية تسمح لتركيا باستخدام المجال البحري والجوي في ليبيا، تسمح أن ممكن تدخل أي قوات تركية في ليبيا، هذا ينتهك السيادة الليبية. أعتقد أن هي اتفاقية تم توقيعها لغرض ابتزاز الحكومة في طرابلس، لأنها قاعدة في وضع صعب، ودخول قوات الجيش للعاصمة أصبح يعني وشيك، أمر وشيك، ومحتاجين أي قشة يتعلقوا بها.